ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي الأثر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا أردت أيها الأخ الكريم أن يكرمك الله عز وجل بما أعد في الجنة لعباده الصالحين، فبيع نفسك لله سبحانه وتعالى، وتجرد لله عز وجل، وتوب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى، وابغي في دنياك ما عند الله عز وجل، فإن ما عند الله باق، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. أيها الإخوة الكرام، إن كان من سؤال عن أبواب الجنة فإنها ثمانية كما جاء في الأثر عن سهل بن سعيد أو عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. ولقد ذكر في حديث أن ما بين مصرعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيد من الزحام، كما جاء في حديث مسلم، يعني من جهة الاكتظاظ والازدحام. وأما أيها الإخوة الكرام أنهارها، فقد قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أنهار جمع نهر. وإذا أردنا أن نقف مع تفصيل هذه الأنهار يلزمنا جمعات وشهور. أنهار من ماء غير آسٍ لا يتغير ولا ينقطع، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه على لذة واحدة، بل شربتك منه الأولى ما تستطيع أن تفارقها، والتي بعدها ألذ منها، إلى آخر ما تشرب أيها الأخ الكريم. لبن لم يتغير طعمه، لم يتغير ذوقه، لم تتغير رائحته، دائما في أحسن ما يكون من اللذة والرائحة، لأنه ليس من ضروع الأنعام. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الجنة خاص أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، لا تجد فيه مذاقا ينتمي إلى الحرور أبدا، وإنما مذاق ألذ ما يكون. وأنهار من عسل مصفى، لا تتعب في تصفيته أبدا، وإنما هو معدا جاهزا للشرب، ولا يعلم مذاقه إلى الله عز وجل. وفيها من كل الثمرات، كل ما تفكر فيها وما تفكر فيه وما لم تفكر فيه من الثمرات
موجود في جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، وبعد هذا وذاك مغفرة من الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بهذه النعم. وأما بناؤها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. رواه الترمذي وحسنه أو صححه الألباني. أيها المؤمنون، وأما أعلى من ذلك وأفضل من ذلك، قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء: الزيادة هي رؤية الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، مشرقة إلى ربها ناظرة. أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء تعطينا أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. إخوتي في الله، أحبابي في الله، هذا شيء قليل 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 من أوصاف الجنة. وكما قلت لكم سابقا، إذا أردنا أن نتكلم في أوصاف الجنة فلا يكفينا سنوات. فأين أشجارها؟ وأين خيامها؟ وأين قصورها؟ وأين بساتينها؟ وأين أشكال أنواعها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة؟ أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي بالعمل الصالح والاجتهاد والطمع فيما عند الله عز وجل، فإن هذه الدنيا فانية زائلة بما فيها ومن عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إخوتي في الله، يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهيا أيها الإخوة الكرام على العمل الصالح، اجتهدوا وتعاونوا وتنافسوا وتسابقوا في لما عند الله سبحانه وتعالى، لما عند الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى
أعد للصالحين من عباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك ربنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده أمر كل شيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير وأعنه وسدده وانصره ومكن له يا رب العالمين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين فتنة وكيدا وشرا فاللهم أشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدميره في تدبيره وأرنا فيه عجائب قدرتك وسل عليه سيف انتقامك الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداء كتابك وسنة نبيك بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لوالدينا جميعا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغسلهم اللهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ألحقنا بالمسلمين لا فاتنين ولا مفتونين لا مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وفيه تنبيه أيها الإخوة الكرام